اوه مدو لي كاس الشاي اللعين وخرص خوك دوري يبدا برياكت انا بدون سبب السلام عليكم رمضان مبارك خير الكلام ما غلى ودل الله جايكم فمتن دراما عدلتها موريتان ومتن مسلسل قط ايوه امتن مسلسل قط عدلوا موريتان امتى شفت انا شفته الى دارك ايتام من الانتاج الموريتاني يلا نبدا يلا انا نقول علينا نبدا انا ارجح علينا نبدا شو ذاك نادوا نتابعكم قعروا عدلوا صوصاية اوح ويخرج وينقال وهكذا ولين يقلبكم تعدلوا صوصاية غربلوا عدلوا غربلاي الله قلت لك وما له عنده تركه وعقب عاد عوار قيسو جاردين قيسو جاردين خطفوا التركه انا عوار وشرير تركه قالين على والديهم صح تركه قالين على والديهم من تقم زشاشر تدروا يسيري دراته ما لقى عليه يسيري عقوش دوري ليبري عنكم والمخرج خلاك على هواك فاهم قالك سيري درواتو والله سيري اقوش والله دوري ليبيري فاهم اي كلام فاهم اي فيراجات وتدرو زرقولو لا خرص تبال تراس وعدين تركة دور تعرضك بقال لك انا اوه الموسيقى والحماس انا اول مرة اشوف شرير عوار ولعب السروال كارا ولعب مليون تلفون لك تلفونك ما يخعقد شرير عنده قلب ويبقي كيفتنا زين دلالة شي دلالة انكم لا تحكموا على بندية ما خلق بندي ما عنده قلب وعنده فهم مدام مشي الدنيا فهم على طريق مستقيم العليات السيطرة سيطرة لا فيهم مالو لا فيهم مالو ودورني عقو مرة أخرى والله شي دور ايوه انتو مارك قلتوا طبق باو طولو الدواء ايوه لا 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 من بعضك واحد ماني صايب عندي طفيل ماشي انا اخطفوه من جاردين ايوه زين لين صيبتوه حان شوي عادي دوب لابل حان شوي خليك لي البندي الاعور ما خلق مجرم نقول كلمة خليك لي هو نبيك هذو مصطلحات موافقة موسنا مجرم أنا زميل فان في المهنة وأنا مجرم وزميل الجريم كيف تك وأنا نحترم المجرمين العور أنا أحترمهم لأنك أكيد لي إصابة حرب فهم ما خليك مجرم يقول خليك لي هو نبيك وذلك لا أوه أنا ضريت طابنا على قلو الدقة يا كوميديا المجرمين آه والله الوالد اللي خير فيه رب من الأخلاق وعركة هاد فارق به الحقير يفليش على أنه يكتبه خير فيه رب من الأخلاق الوالد فيه نكتبه يسترخ مركزنا هو في حمام وفي كوافيز سمع تشوفي أي شيء تبقي هون سمع تشوف بوقو نيز تحت النيز نقرو فول نذي ما عنده مشكلة وزين وجاي مشوا الخارج وحر تركان خايفة لي عدو ماركاتكم ما ماركات ماركات الفيا فيك دايما نحفلوا بهم ولا مهم شوفي أنا كوافيزكم هنا مالكور مالكور اللي عندكم مضبطة وإن عندكم لا ماركات وارك ندور نشوف أنواع الحفور اللي عندك كان بينوك حر كان جلوسك حر كان ماسكارتك حر ماسكارة وقلت أدب بودر وهاي لينا وذا كامل كانوا في شي مارك يعود ما في شي مارك أنا ماني دايرت وحمامكم وما دير عادوا براماتكم وما براماتك أنا ماني داخرت لا خف علينا يا مارلين موروم خف علينا الاستب اللي عنده شي زرق لا لا في المسلسل تمام في المسلسل من أجل تسلسل الأحداث هذا الشرطي هو البطل
وهو اخو ذاك العوار تعرفه، ذاك اللي بويا خير فيه يرتاح وانا ماشي نخطف تركب جردين، ذا اخوه كبر منه فهمت. فهي اسرة عندها شرير وعندها اكتئاب. سبحان الله، إذا تشوفوا اللي في موريتانيا وتت بوليس قالوا اسمه وتت بوليس. بوي زي كوميساريا بريمير صح؟ كوما الحكومة تخلي للممثلين وذي الشيء يلبسوا لباسهم ويدخلوا يمثلوا نقر قطاعات خاصة بالحكومة كي الشرطة رواية حساسة ذي كيفتها؟ من واخذوا بنديات فر وسجلات والدنيا كاملة كانوا يجوا يصوروا ذا المسلسل والله سيكونوا. توما خوت وبعلكم الخيطكم هذي خيطنا تتحفل لها ببراندات وانتم وبيناتكم عودوا متعاضين عاضين يا والدي. واحد بندي وواحد شرير، واحد بندي وواحد شرير، واحد بندي وواحد اكتر. طيب ومتفاهمين متفاهمين يا ميسي وسواريز. يا والدي واحد بندي وواحد شرير متفاهمين سكوما. واحد عوار واضحة شو الدور فوق ذا؟ ومصطحبين مالي موت اللي ندير فيه انا القلب والموت معه ومصطحبين فهم. وانتو ما نعسانين حاولوا تعودوا راقدين. هي حوار الحلقة دي تمشي على ذا انه هو يموت في سلام. لا ولا يطلع على واحد منكم شي ما طلع على الاخر. يا والدي انت مخلي وراك اقدر سلالة في التاريخ، واحد ضابط محترم الاخر رئيس عصابة ثانية تتحفل لها ببراندة. لكن تتخيل للخلفة اللي انت خليت الموريتان وراك. ولا يحس واحد منكم بشي ما حس به الثاني. حلقة متواصلة، هذا شي باني انه يموت. ما فات دار في ماسك ما لا يموت ما حس حد بالثاني. برضه موت برضه موت. حلقة طوالت عليا. وعودوا في بلد، عودوا في بلد يعني تخيموا فاهم يا ولادي البندي والاكتر ضابط تخيموا عودوا في بلد. مهم لا استغفر الله نحف رمضان يا والدي نحف رمضان لا تخليني اشنا فطار عليك يا علي اكل عوار المزرق راه يقدر يرنشي كل الضابط. وباركم على خيتكم اثنا بيت في سويفارة اصلا ماني موصيكم على خدكم هذي. شبه شي قلتوا وانت في سكراتك صراحة. ماني موصيكم على خدكم يعني خلوه تشعل هي ببرانداتها بالكم عليها. لا لا يا والدي مخرج قال 3 كحات تكحيت 17 كحة. هل تهود زيد دورك بما انك تعرف لانك اول حلقة هذه وانت اول حلقة اللي تموت بها دونك ما لك كمل المسلسل قلت حان زيد دوري. مخرج ما يخلصني. يا مرحبا المفتش. اوبا سيارة شرطة. يا واش حال طيب ياك لباس عليك؟ طيب راعي اوفر، لا هو راضي يعيش ولا هو راضي يموت ويكح 17 كح ويوصيني على خويا البندي وخويا لطي ويوصيني على اختي اللي تعمل براند. ها طيب موت. لا تجي العافية ان شاء الله لا تجي العافية. وانت حضورك لازم راك معني قاعد انا واش عماني قاعد هو وفي حاله ما وفي حاله ما نعرف ايش فينا وشي ان شاء الله يا غرده من اجل حمايه المواطن. قيم طلع شو شغلتك والله والله ان شاء الله قيم والله والله استوليم استوليم والله استوليم استوليم هي مشالك ايميل هي تخسر شغلتك خليك تخسر شقلتك خليك لي. وانت ثاني موت مره واحده يا اخي موت والله ولد موت والله يستوب هون. ده
طيب مات. طيب ماذا تطيب؟ والثاني الصاوع فهمت مهمة. إلى هنا وتنتهي حلقتنا لليوم. لا تنسى خيك لايك للفيديو واشتراك القناة إلى تجديد علينا وإلى تدور الجزء الثاني. قولوا لي تحت في الكومنتات ولكم مني علينا إذا أصور لكم الصبح ولا نهار الآخر بدأ رمضان لمسلسل الإخوة والله اللي هو هو حديث ذي لا الحلقة الأولى تبقوني نكمل نكمل. أنا ماني واحد يمشي المسلسل طويل. بب 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 بب.